وصلت لسوريا للشعب السوري، للجيش العربي السوري اليوم اللي واقف بميادين القتال بمواجهة الإرهاب، نقول لهم كل عام أنتم بخير بعيد الميلاد المجيد، عيد سيد السلام والمحبة سيد المسيح. بنقول لكل الشرفاء بالوطن العربي وبالعالم اللي وقفوا مع قضية الشعب السوري بهذه الحرب الإرهابية اللي تجاوزت 7 سنوات، نقول لهم كل عام أنتم بخير وسوريا بإذن الله منتصرة. واليوم نحن سعيدين جدا بزيارة هذا الوفد الإعلامي الرياضي من الدول العربية الشقيقة اللي آثروا على نفسهم أن يأتوا إلى دمشق ليشوفوا بالحقيقة بعينهم ويروا ما هي حقيقة هذه المؤامرة اللي أثرت على حياة المواطن السوري وعلى الرياضيين السوريين. اليوم نحن الحقيقة سعداء جدا بحضور الإخوة والأشقاء العرب من أكثر من 9 دول عربية، بتمنى لهم إقامة طيبة. وفعلا دمشق هي دائما كانت وستبقى قلب العروبة النابض، تحتوي كل أخوانها وأشقائها العرب. مع قدوم العام 2018 نقول إن شاء الله كل عام وسوريا بخير، كل عام وسوريا منتصرة بشعبها وجيشها وقائد هذا الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. كل الأقسام يلي شاهدناها أقسام مميزة صراحة، التفكير الراقي والنمط المستقبلي يلي عم يفكروا فيه القيمين على النادي، الشيء يلي بده يطور فيه النادي، هذا أمر يعني دول بتفكر هذا التفكير. طبعا بقولكم الله يعطيكم ألف عافية، نادي الإعلام بنادي المحافظة نادي مميز، الأمر يلي شفناه أمر جميل جدا، بتمنى لكم كل التوفيق وآمل إنه هول الصبايا الصغار يلي عم تشتغلوا عليهم إنه إن شاء الله بيكونوا نجوم كبار بالمستقبل. سوريا بلد مش مجرد إن هي حصل لها ظرف بتنهار أو بيحصل لها أي مشاكل، يعني لا، سوريا بلد كبيرة، بلد تحدد بشعبها وبرئيسها وبحكومتها، كله بيسعى إن هو يعود. دي مهمتنا إن احنا ننقل الصورة بالشكل الحقيقي لكل الدنيا. أعتقد ما وجدناه في سوريا هو يختلف عما تم عرضه في وسائل الإعلام التي حاولت أن يكون هناك تضليل على ما موجود في سوريا. وجدنا الحياة الطبيعية والروح الألفة والمحبة، أكيد سننقل ما وجدناه في سوريا عبر رسالة محبة وتفاؤل على ما قاموا به إخوتنا في سوريا، وما وجودنا اليوم في نادي المحافظة ما هو إلا خير، دليل على أنه رياضتهم بخير، لا سيما هو نادي نموذجي وعلى مستوى عالي ويضاهي خيرة الأندية العالمية. أنا سعيد جدا بزيارتي إلى دمشق، سعيد بزيارتي لسوريا تلك الدولة التي نحبها ونعشقها، الدولة صاحبة التاريخ الكبير والعظيم، 7000 سنة نتحدث عن أقدم عاصمة في العالم، هذه الدولة التي نزورها حاليا، وجدنا فيها كل المحبة، وجدنا فيها كل السعادة، وجدناها دولة آمنة. اليوم نحن متواجدون في نادي اسمه نادي المحافظة، هذا النادي يعتبر من الأندية الرائعة جدا والمميزة، والحقيقة التي تستحق أن يقال عنها أنها الأندية التي استطاعت أن تحول الرياضة إلى صناعة من خلال مجموعة من المشاريع الاقتصادية المتواجدة في النادي، والاعتناء بحوالي 33 ألف طفل ضمن برامج متعددة ومتغيرة، وهذا يعني أهمية هذا النادي على المستوى الثقافي والاجتماعي والرياضي. بالنسبة لوجودنا إحنا هون، النادي الدولي للإعلام الرياضي، لدينا مجموعة من الرسائل، لكن أبرز رسالة هي الخروج بتوصيات والخروج بملف شامل سنرسله إلى اللجنة الأولمبية الدولية وللاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل رفع الحظر عن سوريا والسماح لها باللعب على أرضها. الرسالة الثانية نوجهها إلى المجتمع العربي بأن سوريا بلد أمن وأمان، وأن على الأخوة والأشقاء العرب في جميع الدول العربية المبادرة بالحضور إلى هذه الدولة العظيمة، وأن لا نتخلى عن دمشق مرة أخرى كما فعلنا في المرات السابقة، لأن دمشق وعبر تاريخ الأمة العربية لم تتخلى عن العرب يوما، فكونوا أوفياء لدمشق كما كانت وفية لكم. أنا سعيدة بتواجدي في سوريا،
واليوم عندنا زيارة لنادي دمشق محافظة دمشق، ومن خلال زيارتنا يعني تطلعنا على المنشآت الرياضية وعلى النشاطات الرياضية. ما شاء الله، يعني هذا بيدل على أن سوريا إن شاء الله راجعة وراجعة بقوة، وأتمنى التوفيق والنجاح للقائمين على هذا النادي، وخصوصا المركز الإعلامي اللي قاعد يبذل جهد جبار.